السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. بعد الضجة التي لاحقتها جميلة الهوني تحذف منشور الفنان المغربي سعد المجرد، شيرين عبد الوهاب تعود للواجهة بعد شهر من الغياب، سارة أبو جاد تدخل القفص الذهبي، فاطمة الزهراء تراكس ترفض العمل في شهر رمضان، الفنانة المغربية سلمى رشيد تتولى مهمة غناء جينيريك ديرونية، زينة الدودية والرابور مسلم في سهرة واحدة بإيطاليا. بالنسبة لسعد المجرد أنا لا أتضامن مع أي مغتصب كيف ما كان النوع ديالو. حذفت الفنانة المغربية جميلة الهوني المنشور الذي سبقت وشاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام والذي يخص قضية سعد المجرد، وكانت جميلة الهوني قد أوضحت موقفها من قضية الفنان المغربي العالمي سعد المجرد الذي حكم عليه بست سنوات نافذة في قضية اغتصاب بعد الضجة التي لاحقتها حين قالت أنا لا أتضامن مع أي مغتصب. وكانت الفنانة المغربية قد شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة جمعتها بالممثلة نزار الركراكي والدة المجرد، وكتبت بعيدا عن عناوين الإثارة والبوز، ما قلت كان واضحا وهو عدم تضامني مع أي مغتصب أو متحرش بشكل عام، أما سعد فما تزال قضيتي أمام القضاء الفرنسي ولم يحسم فيها بعد. أعرب جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن سعادته عقب عودتها للواجهة بعد اختفاء دام حوالي شهر عن منصات التواصل الاجتماعي، وتناقلت صفحات المشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام صورة للفنانة شيرين من داخل إحدى الاستديوهات الخاصة بتسجيل الأعمال الفنية، وظهرت شيرين بنفس الوزن وشكلها الذي اعتاد عليه متابعوها خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد الخلافات التي عاشتها مع زوجها الفنان حسام حبيبة. وأثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب قلق متابعيها بسبب غيابها وزوجها حسام حبيبة، الشيء الذي جعل عدد من النشطاء يتوقعون وجود خلافات بين الثنائية. زفت المؤثرة المغربية سارة أبو جاد خبرا سارا لمحبيها ومتابعيها بعد مشاركتها مساء يوم الأربعاء خبر زواجها، وتقاسمت أبو جاد صورة لها من حفل عقد القران عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام، ظهرت من خلالها إلى جانب زوجها الذي اختارت التحفظ عن كشف هويتها، وعلقت سارة أبو جاد على الصورة قائلة بركولية لتنهال عليها التهاني من قبل أصدقائها ومحبيها. كشفت الراقصة والمغنية الشعبية فاطمة الزهراء تراكس لمتابعيها عبر حسابها بالإنستغرام عن رفضها الاشتغال في شهر رمضان، وشاركت فاطمة الزهراء تراكس عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع فيديو من آخر سهرة لها بمدينة الدار البيضاء، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيها زاهية مع ناس كازا، هذه آخر سهرة حيت ما كنخدمش في رمضان، ورمضان كريم عليكم أحبكم. وتلقت فاطمة الزهراء تراكس انتقادات لاذعة من طرف رواد منصة الانستغرام بسبب نشرها مقطع الفيديو، لا سيما مع إعلان حلول شهر رمضان.
أصدرت الفنانة سلمى رشيد مساء يوم الثلاثاء أغنية جديدة خاصة بالسيت كوم الرمضاني دير النية الذي سيعرض ابتداء من اليوم الخميس على القناة الثانية. وأطلقت سلمى رشيد كليب الجينيريك الجديد عبر قناتها الرسمية بموقعها اليوتيوب تحت عنوان ما هو جاري، والذي شارك فيه أبطال السيت كوم الرمضاني دير النية. وتشارك سلمى رشيد في سيت كوم دير النية بجانب عدد من الفنانين المغاربة من بينهم نرجس الحلاق وابتسام العروسي ومحمد الخياري والمهدي فلان وآخرون. وتولت سلمى رشيد كذلك تقديم أغنية الجينيريك الخاصة بالمسلسل الرمضاني كاين ظروف من توقيع الشاعر يونس آدم، فيما عادت الألحان لأشرف فقيه. يرتقب أن تجتمع كل من نجمة الأغنية الشعبية زينة الدودية ومواطنها نجم الراب مسلم في سهرة واحدة ضمن فعاليات نيا فيستيفال. وسيلتقي النجمان بالجالية المغربية المقيمة بإيطاليا يوم 13 من ماي من السنة الجارية في حفل سيتم تقديمه من طرف الإعلامي رشيد العلالي. وحرصت الممثلة أمل صقر على مشاركة الأفيش الخاص بالسهرة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام من أجل الترويج. من جهة ثانية، وجهت الفنانة المغربية أمل صقر قبل فترة رسالة لمنتقديها من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام. وظهرت أمل صقر في الفيديو وهي تؤدي أغنية تتضمن عبارات مغربية مجرمة ورئيسة عصابة حشيش وكوكايين، وعلقت عليها قائلة: من ما كيخيلوا ما يتهمك به ظلما، جوابك يكون زيدوا حتى هادشي لي في الفيديو. واختتمت المتحدثة ذاتها تدوينتها قائلة: آخر همي كلامكم. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.